الله خطير. اخذنا حمود ام كان اليوم على عافية. ها ها وعلي سلام وعلي وصحابي دور علي هم كان جاي سون عشر روح شي راح نروح هناك وين وين واحد ما اليوم زوين فاتح بعدات لا والله العظيم لا وين حمود وين كنا احكي لا احكي شنو وين كنا لا لا احكي احكي صراحة احكي صراحة وين كنا؟ احنا والله ما ادري لا عمي كنا مع عمري طابوق رحنا مع عمي ايش اسوي؟ جبنا قوالب اثنين نزلناها بالمعمل وجينا وين صارت؟ ودناها المعمل زي ما رحنا اي بس احنا شنو شردنا حمود صعد ما حد يدري فيه وين دورتوا علي؟ دورتوا علي بالسوق يدورون؟ لا ردنا نروح للسوق اخر شيء غابنا فحرقين احمد وياك اي غريب راحوا بس هو شرد حتى ما يشوفه يمان ورضاوي يشربون يانا اول ما تلد مطرد وشيد وياك هي تبلل مطرد وشتين تبلل وياك مطرد ومطرد صدق مطرد اليوم جبت حمود جوله وين جبتك اليوم؟ بالمعمل جبته بالمعامل جاي اشتغل به هذا المعمل شباب وهذا الطابوق هسه نعرفه نايم لو ما نايم بلا تعال يلا اذا نزل ايده يعني نايم نايم وإذا خلى ايده مرفوعة يعني قاعد لا لا خلي ايده مرفوعة يعني نايم وإذا نزلها يعني قاعد مرة خش انزل شوف لابس شوف لابس شوف لابس انزل ها جاسم شباب اليوم عم احمد جاي يسوي لي شنشيل بعد ما يسكت الله عليك وين مود؟ عاد مدى الحياة؟ ضمان؟ أعطيك ضمان؟ ضمان ولا ما أعطيك ضمان؟ بين الطين وبين الضمان. قد ضمان 3 ساعة؟ لا. ساعة وايد. 90 سنة. أوه. شوف الضمان. أعطيك ضمان دي 90 سنة. يمشي سريع الولاء. أوه حسيت كذا ما يلحق. طيارة راح اسوي فيها يلا طيارة سعودية طيارة اسوقف لي اسوي فيها طيارة اسوي فيها طيارة طير مشاشر عمو مشاشر لا مستعجلتي مشاشر على ذا شيء صموني امي صمون بسكيت اي مطر عمو مطر شباب مطر مطر شباب مطر اسوي فيها بضمان نص ساعة شو يعلد بايسكلي؟ هذا مو نص ساعة مرجوع هذا بايسكلك ما يصير له شارة بشغلة واحدة يصير يا سمي يجيبوا لي واحد كذي انا قلت لهم ذاك المقطع مال يمان لو وصل 100,000 لايك انا اجيب لك بايسكل حد انا ما وصل 100,000 والله واصل والله العظيم ما واصل ولا وصل هسه هذا المقطع هذا اذا وصل 100,000 لايك والقران الا اجيب لك بايسكل باكر بس شرط يوصل 100,000 لايك انت قول اذا وصل على ما هم جماعتك ولا جماعتي شباب جيبوا لي بس لا يقدر يقولي بايش دل فتوتهم فتوت أول ما تلد مطرد وشيد وياك هي تبلل مطرد مطرد وشتين تبلل وياك مطرد هو مطرد صدق مطرد حلت عمو يمكن أنا مطرد وشتهيت وهذا تبلل ولك مو وياك تبلل مطرد وشتهيت تبلل وياك مطرد وشتهيت وياه أتبلل وياك تبلل وياك اي اي مطرت وشيد ويا تبلل والله ما دبرها قول مطرت وشيد تبلل وياك مطرت وشيد ويا تبلل اي تبلل وياك اي مطرت وشيد اي ويا تبلل شنو مطرت وشيد تبلل وياك مطرت وشيد وياك ولك تبلل يا هذا بس لك كمان ما صار له شاره بيجني بيجني هسه كمل الحمد لله والشكر وان شاء الله بعد ما يفلت اصعد 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 دايزر اصعد من دايزر هلا اجر بايسكل ثاني تفضل سد الباب سد الباب صلحنا بايسكل دانيال يمان بايسكلك شبيه ها بايسكلك شبيه انت شبيه بايسكلك سمانة عشرة سمانة عشرة وين وين العطر مالك وين ما عندك سمانة انت قل العطر مالك وين ما نعطيك سمانة عشرة عندنا هاي 18 اي العطر مالك وين انت؟ هاي 12 العطر مالك وين؟ بس قل لي اي هاي 12 هذا هو هذا يصير 12 14 ايش يصير؟ هو هذا يصغر ويتكبر ايش فيك؟ تسوي لي 10 هسه حطها على البرغم وهي تصير 10
اقرا عليها بسم الله الرحمن الرحيم. يصير 10 يصير 10 لو ما يصير ان شاء الله ماشي. لا 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 تصير. تعال شوف شوف هذا بنسي. شوف زغرتها صارت 10. مضبوط هذا مضبوط مضبوط. يلا هاي مضبوط كافي مضبوط. لا ها شو تسوي؟ لا هذا هو ناصر مو حلو والله. والله ناصر مو حلو. ما احب علي. والله العظيم ناصر مو حلو. يوم ما ناصر حلو مو حلو. اذا صار ناصر مو حلو. ها؟ موت؟ شو تريد؟ لا والله ما ناصي. انا صلحت هذا البنسكيل والثاني ما له علاقه بعد بيه. عمو. صلح انقلب. اعطيني. كذا ما صورنا واحنا راح نصور. صلح ها؟ قد دقيقة. يوم ما راح يصورنا احنا راح نصلح بنسكيل ثاني كان. عمو لا عمو. عمو ارجع اسوي بنسكيل. ارجع اسوي بنسكيل عطلات. ليش عود؟ ما انا حبيت ناصي. بعد؟ بعد. كيف والله صار ناصي؟ بعد بعد. ما يقدر يسوق. هو هو شو طلع المنزل؟ طلع المنزل. اه. طيب شو بدنا ناخذ منزل؟ اليوم احنا طالعين صار بس جاك. عندنا 100 شغله وجاي نصلح بيت جاك. اها يلا علي. شكرا خلونا ذاك بيضا شوف دلع دلع عندك بعد شيء؟ عندك بعد شيء؟ عطل شيء؟ عندك عطل؟ ابو الكوتشين شنو؟ ماخذ 10 وفي مطعم تطلبني هسه اعطيك يا ولد ايش قد ماخذ؟ 10 ماخذ 10 وهذا الالف وهذا العشره تدلل هاي قدامكم شباب بعد ما يطلبني بعد ما يطلبني هذا الالف علوش الباقي اعطيه انا حوادي. لا ما اكل علاقه ايش قد ماخذ هو علوش؟ ايش قد ماخذ هو؟ علوش 10 انا اعطيه 10 ما اكل علاقه بش اعطيه الف مو قصدي مو 10 ما لك علاقه هذا الف مالك خذ وديها الخير يلا باي باي. اليوم جبت حمود جوله وين جبتك اليوم؟ بالمعمل جبته بالمعامل جاي اشتغل به هذا المعمل شباب وهذا الطابوق ايش يقول لي شلون يسوون طابوق؟ قلت له هذا طابوق يسوونه تراب يجيبونه من المقلع بعدين التراب يخلونه بالماكينه يسوونه طابوق بسطين لبن نسميه بعدين نحطه بالنار ها وقف لي نحطه بالنار ويشعلونه في هاي الخانه شباب شوفوها هاي الخانه هنا ويشعلون النار عليه خليني اسوي لكم الصوره هيش ويصير هذا طابوق شوف حمودي اي هذا طابوق بس احنا مشينا ساعه جاسم ينزل القارب ها هاي فتحه هاي فتحات مال النار حبيبي هاي فتحه مال النار اذا يسوونها اي مال النار لا مال النار هذا شوف شو الفرن طويل طوله 100 متر منه ويطلع ورا طابوق يطلع قبل ها شو تريد؟ ها جاسم شو تريد؟ شو تريد؟ خاطر ربك شو تريد؟ طلعته؟ هلا هلا طلع على القوالب والله يوم جاي نحمل على القوالب حمودي صورنا؟ صورنا حمودي المصور حمودي شو المصور حمودي بابا 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 ايش قلنا؟ شن قلنا لهم؟ ها؟ شن قلنا لهم؟ لا اكو اشتراك لا اكو اشتراك شباب لا اكو اشتراك لازم هذا ما ينزل لازم هذا شلون راح نشوف؟ لا 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 تصعد فوق النزمة حمود تصعد؟ اي اصعد يلا صعد 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 لازم اصعد لك شذب 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 صعد لازم من هاي وقف هنا خليني اسالك الباب اصعد يلا اليوم جوله حمود جاي وين اليوم؟ هسه يوم انا اشوف المقطع هذا يقول ليش ما اخذتوني ياكم؟ ها شو تقول له؟ شو تقول له؟ اقول 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 تلعبين جوله اه يلا ابو جيس تعبتنا اليوم والله تعبتنا جاسم الله ينتقم منك ليش؟ جبتنا القوالب جبناها ما حدا ما يدنا والله العظيم هسه قاعد ما يقعد حمودي حمودي لا والله انت ما تقول ماخذ مي بس لعالجنا شباب والله العظيم عبرنا الدنيا كلها اجينا وين ما ادري وين وصلنا والله ما ادري وين معامل طبنا معامل طلعنا معامل وين راح نروح؟ لما جاي رفع عليك جاي طلع وكيف رفع جاي من المقبره انت هاي مكان منتزه هذا يعني انا ما شايفه وجاي ترفيني مكان منتزه اذا ما شايفه انا توني طالع لاول مره 18 سنه اشتغل فيه
هذا شنو ذنب هذا؟ بس هذا شنو ذنب الفرق هذا؟ هو مو سوشه يا ابا قاعد قاعد. هسه نعرفه نايم ولا ما نايم؟ برا تعال. يلا. اذا نزل ايده يعني نايم. نايم. واذا خلى ايده مرفوعه يعني قاعد. لا لا. خلى ايده مرفوعه يعني نايم. واذا نزلها يعني قاعد. برا خلنا نشوف. نايم 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 نايم. تعبنا حمود والله تعبنا ابو عون. وصلنا شوف 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 وصلنا شوف شوف حتى ما نشوف من الظلمه هنا كبر هنا شلون بدنا نطلع لهم حمود تنزل 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 انزل 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 شوف اللابس شوف اللابس شوف اللابس شوف انزل ها جاسم ها انا ما ادري غالب انا راح اظل حاملك وانت جاسم نزل ها ها يلا استاذنا بعد مو احترام يلا 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 ولي يا حمول اشمر 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 اخوي عامر اشمر اشمر اخوي عامر اشمر ما نسوي عاود ولي تعال هذا الفريق هذا جاي يسوي هو هذا صبي جاسم هذا اروح طبلة وين طبلة هذا بعد ما كامل شوفوا هذا شوفوا هذا منا اوكي بعد رايحين من وين طوله 100 متر هذا طوله 100 متر والله شفت؟ وين صاعد؟ يلا حمول تعال تعال خلينا نزل قوالب هاي الخمر مال الطين هنا انا خمر الطين بيهن قبل ما هذا بابا هذاك بدون تصوير هذاك بدون تصوير قريبة بس بتصوير بعيد ايه هو بعيد لا هو بعيد هو طوله 100 متر بس انت شي شوفه منها قريب بس انت تروح بعيد وين الله توصل مو تشوف هيك بس انت تروح عليه وين الله توصل له الصبح الصبح هسه تمشي لك 5 دقائق توصل نهايته والله بعيد ها جاسم الله يوفقك جاسم دنيا واخره شوف وين والله العظيم شباب كذا هذا اللي بيحمد هذا اللي بيحمد بعدين يسمينه بالخانة يصير طابوق تبيت هذا هسه هذا على ما مستوى طيب هذا على ما مستوى طيب بعدين الفرن الفرن شوفها صراحة يقدرون هذه تصور تصور الفرن هذا الفرن شباب شوفوا هذا الفرن خلوا هذا اللي بيحمد ماله خلونا جوا داخل وشالون النار بيه من تلت ايام مجازف تلت ايام تقريبا واصيل ويصير طابوق هذا هم يمكن طابوق ضامينه للصيف هذا طابوق قصدي ليش اي قلت لك ضامينه حتى هيك ما ابغى هذا فرن جديد هذا واحد وهذا واحد واحد اثنين ثلاثة ودي حمود بابا هذا الفرن قلت لك عليه يخلون بيه طابوق ويستوي ذاك شوف الطابوق ذاك جوا شوفه هنا يخلون الطابوق ويستوي والله لا يبقى جاسم على هاي التعبه مالتك تعبتنا بيه هاي مو تعبه هاي ونسه ترفيهيه شافك احنا طالعين من الساعه بالخمسه مغربيه ايش هسه الساعه بالسته بالسبعه الا ثلث والله هاي الساعه بالسبعه الا ثلث سبعه الا ربع والله مضبوطه هاي الساعه بالسبعه الا ربع وتفتر بيها هسه ما تخاف من الله تاخذ نقبه مع شيء هسه فوق ما هسه الناس تكبر وشلون نستني بس والله بس انا حاشك هسه العشاء عليك علي؟ ايه تصير تحكي؟ والله عليك سهله فرد يعني هسه راح اطلب لك على المطعم انا ما شايل ولا الف وغير جاسم والله هم ما شايل لا اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. صار بيشلاب المعامل. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا طابوق شو؟ هذا يصير الطابوق الاصلي. هذا اكبر مجمع من الشرق الاوسط ما طابوق جاسم. ما ادري. اكبر مجمع. هاي ماكينه احنا نسميها قاصوصه. هاي هنا اللي يسوون بها قالب مال الطابوق يعني هاي يجهز الطابوق بعدين يخلونه بالفرن. جاي. ها بابا ها. ها الطابوق. ايه. لكن مين يصنعونه؟ البلوك صنعونه من شبنتو؟ لا اي كان ها مين يصنعونه؟ من شبنتو بابا من التراب يصنعونه من التراب شبنتو رمل وحصو يصير عرفت؟ هاي اللوريا جاي تحمل طابوق لا ما غادي اللوريا جاي تحمل طابوق من هنا هاي الافران هذول شباب كل فرن يعني خانتين احنا نسميهم خانه هذول نفقيين هذول فرن واحد كل اثنين واحد هسه شباب هنا وصلنا نهايه الفيديو يا رب استمتعتوا معنا لا تنسونا باللايك والاشتراك باي باي والله لا نقول بنهايه الفيديو الله لا يوفقك جاسم ادعوني